السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Nur Malina binti Elias, Johan kategori Tilawah. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-59 dari negara Malaysia. Seterusnya kita saksikan pula persembahan hafazan oleh peserta terbaik kategori hafazan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-59 iaitu Muhammad Al-Mujtaba Jalo dari negara Senegal. والآن أيها الحفل الكريم يحين موعدنا لمتابعة الأداء المميز في حفظ القرآن الكريم لأفضل المشاركين والمشاركات في الاحتفال الدولي 59 بحفظ القرآن الكريم. أيها السادة الكرام، فأتشرف بدعوة الحافظ السيد يالو محمد المجتبى المشارك من جمهورية السنغال، فليتفضل مشكورا ومأجورا. And now, ladies and gentlemen, let us hear and reflect the Quranic verses, which will be delivered by the best participant in memorization category, Muhammad Al-Mujtaba Jalo from Senegal. Dipersilakan. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ها أنتم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون السؤال الثالث اقرأ من قول الله تعالى أن كان يريد العزة فلله العزة جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون حسبك بارك الله فيك.